من العاصمة الأمريكية واشنطن حسين عبد الحسين الزميل الصحفي والزميل الزائر في معهد تشاثم هاوس والخبير في الملف العراقي. سيد حسين عبد الحسين مساء الخير. مساء الخير نديم. يعني كانت الأنباء قبل أشهر قليلة تتحدث عن احتمال انتقال السيد الصدر إلى لبنان وليس إلى العراق، ونراه اليوم ينتقل إلى العراق ويعلن بأن هذا الانتقال أو هذه العودة نهائية. كيف تفسر هذه الخطوة؟ هذه الخطوة هي جزء من مصالحة وطنية عراقية شاملة. عندما نرى السيد صالح المطلق الذي كان يتهم بأنه على صلة بحزب البعث المنحل والذي تعرض لحملة اجتثاث ومنع من المشاركة في الانتخابات، عندما نرى السيد صالح المطلق يجلس في الحكومة نائبا لرئيس الحكومة، طبعا نعرف أن المصالحة تشمل السيد صالح المطلق والسيد مقتدى الصدر وعدد من الشخصيات السياسية. هذا هو جزء من الصورة الأكبر. طبعا الحكومة العراقية ممثلة فيها كل الأطراف الموجودة في البرلمان، وطبعا يعني برأيي أن المصالحة شاملة وتمت برعاية أمريكية وبمشاركة بعض الدول الإقليمية صاحبة النفوذ داخل العراق. ما الذي يعنيه عودة السيد الصدر بالنسبة لواقع الساحة الشيعية في العراق، لا سيما أن الرجل أمضى نحو أربع سنوات في إيران، وقيل بأنه يتابع الدراسة العلمية وبأنه يحاول أن يصنع من نفسه مرجعا شيعيا على غرار المراجع الشيعية التي تميزت بها عائلة الصدر؟ نديم، أنا توقعت أن يستمر السيد مقتدى الصدر في متابعة الدراسات العلمية، لأن التيار الصدري يعمل بصورة منتظمة وجدية داخل العراق. التيار الصدري هو واحد من أكثر الأحزاب السياسية تنظيما، طبعا حاز على 39 نائبا في البرلمان، واليوم لديه يعني من أعضاء التيار الصدري نائب رئيس البرلمان السيد عارف الساعدي، وهناك ثلاثة وزراء داخل الحكومة. يعني الوضع السياسي للتيار الصدري لا يحتاج عودة السيد مقتدى الصدر، وأنا توقعت أن يتابع السيد مقتدى الصدر دراسته الدينية ويعود عالما أو مرجعا لينضم إلى تيار أصلا منظم وصاحب نفوذ. ولكن طيب لماذا برأيك خالف الصدر توقعاتك وتوقعات كثيرين؟ برأيي عودة السيد مقتدى الصدر تنبئ بأنه سوف يعود إلى الانغماس في السياسة بدلا من إكمال الطريق العلمية الدينية. يعني أن السيد مقتدى الصدر لن يتحول إلى مرجع كبير في وقت قريب، بل سيتحول إلى زعيم سياسي حتى لو كان يعني صاحب عمامة وعباءة دينية. طبعا هناك الكثير من العمل الذي سيقوم أو أتوقع أن يقوم به التيار الصدري داخل الحكومة وداخل البرلمان، ويعني هذا المشروع. طبعا السيد مقتدى الصدر ما زال يافعا عمريا وأمامه مستقبل طويل، والتيار الصدري كذلك معظم أعضاء التيار الصدري هم من الشباب. برأيي أن هناك عمل طويل وأن التيار منظم وأن مستقبل التيار في الحصة السياسية داخل العراق طبعا مستقبل ينبئ بأنه سيلعب دورا كبيرا مع مرور الوقت. طيب كان يعني معروفا عن السيد مقتدى الصدر التصريحات النارية، الاشتباكات الواسعة مع كل يعني مع مختلف تلاوين التشكيلة السياسية، صراع مع الأمريكيين، صراعات مسلحة مع الحكومة العراقية. هل يعني وسيكون طبعا من المثير الانتظار لمعرفة ما هي التوجهات الجديدة للخطاب الصدري، ولكن هل من مؤشرات يمكن أن تنبئ بما سيكون عليه هذا الخطاب؟ الظروف السياسية داخل العراق تغيرت منذ 4 أو 5 أعوام وحتى اليوم. طبعا كان هناك أحزاب وأطراف
من الطائفة السنية تعارض الوجود الأمريكي، وهي اليوم تؤيد الوجود الأمريكي. معظم الأحزاب الكردية تؤيد الوجود الأمريكي. هناك كان نوع من الحوار داخل الطائفة الشيعية والأحزاب الشيعية. الطائفة الشيعية كانت منقسمة حول جدوى تأييد الوجود الأمريكي سياسيا وعلى الأرض، أو يعني معارضة هذا الوجود والالتحاق بإيران التي تحاول إلحاق الأذى بالوجود الأمريكي في المنطقة. برأيي التيار الأول قال أنه لن يرتكب الخطأ الذي ارتكبه الشيعة في زمن الانتداب البريطاني، عندما حصلت طبعا نوع من الثورة في الفرات الأوسط، وكان الشيعة هي الطائفة الوحيدة التي واجهت الإنجليز على عكس السنة وباقي الأطراف السياسية في العراق. باعتقادي أن الطائفة الشيعية قررت الالتحاق بمركب التسوية السياسية وقررت الدخول في الحكومة والبرلمان، ما عدا جزء من هذه الأحزاب الشيعية، وكان السيد مقتدى الصدر يتصدر الجزء المعارض للمشاركة في العملية السياسية. اليوم الوضع تغير، الأحزاب السنية المعارضة للوجود الأمريكي صارت مؤيدة، وكذلك السيد مقتدى الصدر والتيار الصدري. وبرأيي أنه لو قام السيد مقتدى الصدر بمعارضة العملية السياسية والمشاركة الأمريكية أو الرعاية الأمريكية لهذه العملية، لوقف وحيدا خارج العملية السياسية وخارج الحكومة، ولتقلصت الحظوظ السياسية المستقبلية للتيار الصدري وللسيد مقتدى الصدر. يعني لطالما قرئت تحركات وتصريحات السيد مقتدى الصدر على وقع علاقته مع إيران، مرة ترتفع أسهم هذه العلاقة، مرة تنخفض. الصدر معروف بأنه يعني متمرد بعض الشيء، يتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية حتى عن أبرز حلفائه في إيران. هل برأيك هذه العودة نتيجة خلافات مع إيران، نتيجة سوء تفاهم مع إيران؟ هل ضغطت إيران عليه للعودة تحت عنوان توحيد الصف الشيعي في العراق، وتذكر الفتوى التي يعني تم الحديث عنها بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة قبل فترة؟ برأيي هذه العودة لا تعكس خلافات بين السيد الصدر والأطراف الإيرانية. طبعا هناك أطراف عراقية مقربة من إيران وكانت معارضة للسيد المالكي يعني وللعملية السياسية أكثر من السيد مقتدى الصدر. عندما ننظر إلى الحكومة العراقية ونرى أن في داخلها قائد لواء بدر السيد هادي العامري، أو أمين عام حزب الله العراق السيد حسن الراضي، ويعني وطبعا هذه التنظيمات معظمها كانت في إيران وكانت مقربة من إيران في فترة يعني الوجود الأمريكي الأولى. عندما نرى الراضي والعامري داخل الحكومة العراقية، ندرك أن القرار الإيراني هو المشاركة في العملية السياسية عوضا عن تعطيل العملية السياسية. طبعا أنا كما أسلفت هناك خوف شيعي من البقاء خارج العملية السياسية، لأن معظم الأطراف العراقية دخلت فيها. يعني نحن الآن في سباق سلمي لتقاسم الحصص داخل الحكومة العراقية ولمحاولة بناء أحزاب سلمية سياسية، وبرأيي هذا هو المحرك الرئيسي لعودة السيد مقتدى الصدر إلى النجف. يعني أريد أن أستوضح منك جزئية أجبت عليها جزئيا ولكن لم تتضح كما ينبغي. هل عودة الصدر إلى العراق مفيدة للنفوذ الإيراني، غير مفيدة للنفوذ الإيراني، أم لا علاقة لها بهذا المعطى؟ على المدى الطويل أعتقد أن عودة السيد مقتدى الصدر مفيدة للنفوذ الإيراني. على المدى القصير والمتوسط لا أعتقد أنها تؤثر كثيرا في مسار الأمور داخل الحكومة العراقية أو في المشهد السياسي العراقي بشكل عام. من واشنطن، حسين عبد الحسين الصحفي والزميل الزائر في معهد شاثم هاوس والخبير في الملف العراقي، أشكرك جزيل الشكر. شكراً نديم.